اول حاجه احنا لازم بنوصل رساله مهمه جدا ان الحمد لله مصر سيف بجد، مصر امنه جدا الحمد لله. احنا بنعمل رايدز في كل حته، بنطلع شرم الشيخ بالموتوسيكلات، بنطلع الغردقه بالموتوسيكلات، ما قابلناش اي مشكله الحمد لله. دي نمره واحد. احنا عندنا حلايب وشلاتين والقصه دي كلها، بنطلع رايد طويله. الفكره بس اللي احنا عايزين نقولها للناس، لازم يبقى عندنا في مصر ثقافه الموتوسيكل. احنا حضرتك وانت ماشي ممكن تلاقي واحد يقوم رامي عليك مره واحده، سوري في الكلمه، رامي سجاره تيجي في، هو مش مستوعب ان الموتوسيكل ده حاجه غير العربيه. وبلاس طبعا الناس الاتيتيود بتاعها وانت ماشي بيبقى غريب جدا، تلاقي الناس عماله بترمي علينا فجاه. طب احنا يا جماعه في ناس بتبقى عايزه تتفرج على الموتوسيكل بتكسر عليه بطنا بقى، يعني هو احنا مثلا وسبيشالي وانت طالع على طريق سفر طويل، بتبقى مثلا الناس عايزه شايفه الكونفوي ماشي شكله لطيف جدا، الديستنس بين كل موتوسيكل وموتوسيكل ثابته، فالناس بيعجبها المنظر فبتبقى عايزه تقرب تشوفنا، فبتبوظ لنا الدنيا. فاحنا بنطلب من الناس ان هم بس يبقى عندنا ثقافه ان في موتوسيكل ماشي يحترم الموتوسيكل ده، ويوم زي ده فرصه كويسه ان هو يجي يتفرج بقى على الناس وهم واقفين من غير ما يضايق الناس وهم في الرايد، عشان ما يحصلش لا قدر الله اي حوادث او حاجه. احنا الكوميونتي بتاع الموتوسيكلات بقى كبير في مصر، بيزيد يعني، بقى في جروبس موجوده في البحر الاحمر، جروبس موجوده في بورسعيد، جروب موجوده في القاهره كتير، في اسكندريه. احنا بنعمل في ايفنتات كبيره كل دول بيجوا، يعني احنا بنوصل مره ل 4000 بايك ب 4000 باسنجر عليها. كان لسه في ايفنت معمول في نويبع وفي السوق، كان اكبر واحد اللي هو اكبر تجمع لركبي الموتوسيكلات. اوكي، احنا كل القصه بقى ال 4000 بني ادم اللي بيركبوا موتوسيكلات دول ليهم حق، ليهم حق على حضرتك ان انت وحضرتك ماشي تبقى واخد بالك منه. طبعا. بس احنا كل اللي بنطلبه، لان طبعا حضرتك عارف ان في نتيجه الثقافه الغلط بيحصل مشاكل في حوادث طبعا، واحنا فقدنا ناس كتير طبعا من اصدقائنا بسبب الموضوع ده طبعا. فبجد احنا محتاجين الناس تستوعب ان في موتوسيكل، ارجوك اديله مساحته بس. يعني انا بمشي في حاره ملتزم جدا، بلبس السيفتي جير بتاعتي كلها، بلتزم بقواعد المرور جدا. هتلاقي حضرتك كل اللي بيركب بايك في فورميشن اكتر ناس بتلتزم بالمرور بالزبط. دي حقيقه بالزبط. ليه؟ احنا خلاص احنا مصرين ان احنا نبقى لينا ترند بالزبط. احنا مصرين ان احنا يبقى لينا ترند، حتى لو غيرنا، حتى لو غيرنا بيعمل غير كده، احنا مصرين ان احنا بالظبط كده بالظبط كده. انا بشكرك جدا، ويا ريت الرساله الحلوه دي توصل انه الناس اللي بتسوق البايك نسيبهم في حالهم، نتفرج عليهم من بعيد، بلاش نكسر عليهم، هم عندهم فعلا طريقه محترمه جدا للالتزام بالسواقه وهم بيسوقوا. بشكرك جدا، وان شاء الله تنبسطوا بالمهرجان ونشوفكم في مهرجانات تانية. ميرسي قوي، دايما نتمنى نشوف حضراتكم دايما، وتحيا مصر.